فيكم مرة ثانية وحلقة جديدة من برنامج مستر ماسلز. وأكيد في هذه الحلقة راح نعيش معاكم مجموعة كبيرة من التمارين، وأيضا التمارين اللي تناسب أجواء شهر رمضان المبارك. تقبل صيامكم وإن شاء الله الكل يكون بصحة وسلامة، وأكيد يستفيد من خلال حلقة اليوم. حلقة اليوم راح يكون معنا الكابتن والبطل عبد الرزاق الياقوت اللي عنده معلومات كثيرة عن عضلة الرجل. بعد الفاصل نبدي معاكم أولى حلقاتنا وبرنامج مستر ماسلز مع الكابتن عبد الرزاق الياقوت. مرحبا بكم ايانا مره ثانيه بعد الفاصل وبرنامج مستر ماسلز. دائما في هذا البرنامج عندنا ابطال ومدربين لهم خبره في عالم كمال الاجسام، وفي هذا الموسم في شهر رمضان المبارك تقبل صيامكم اكيد راح نبدي معاكم مجموعه من التمارين الخاصه بهذا الشهر الفضيل، وان شاء الله يا رب نقدم لكم المعلومات. حلقه اليوم مثل ما قلنا لكم راح يكون معنا البطل الكابتن عبد الرزاق الياقوت اللي عنده مجموعه كبيره من المعلومات في هذا العالم. يمكن ما راح بلش على البطولات اللي شارك فيها. اول شيء بلش بالسلام، مساك الله بالخير. مساك الله بمثله، والله يعطيكم العافيه على الاستضافه الجميله، وان شاء الله ما نقصر وياكم شيء ونفيد فيدكم وفيد المشاهدين اكثر كم ممكن من المعلومات ومن التمارين خلال الشهر الفضيل. وتقبل الله طاعتكم، بارك عليكم شهر مقدما. عيني وعليك طبعا، والله يعطيكم الصحة والعافية. الله يعافيك ويخليك يا رب، وإن شاء الله يكون شهر خير وبركة عليك وعلى كل المشاهدين إن شاء الله. طال عمرك يمكن أول شيء نعم رمضان والرياضة، كثير من اللاعبين يشدون حيلهم برمضان. صادق، قبل ما لعب كلش راح النادي اشترك بهالنادي، دفع اشتراك سنة ولا ثلاثة شهور وست شهور، بس مو عارف يوصل حق طريقة اللي يستمر فيها بالتمرين. إيه تلقاه يترك بعد اسبوع اسبوعين يتمرن تمارين غلط بتعبه. إيه نعم. مع الصيام، فشلون انا كلاعب جديد ادش النادي واتمرن بدون ما اترك النادي؟ طبعا في البدايه انت عارف الناس ليش تتجه حق النادي في فتره رمضان. طبعا السيستم يتغير من نظام يعني طول السنه عن نعم. شهر رمضان روتين الحياه كله يصير غير. اي نعم، هذا اول شيء. ثاني شيء تكون فتره الدوام قليلة، أربع ساعات، فالريال يرد قيل ويجيك النادي على أبو شنو يبي يحرق ويبي يضعف قبل الفطور هذا. اي نعم، حلو. فأغلبية الشباب أول أسبوع يشدون حيلهم وتشوف زحمة، أنت مثلا بأجهزة الكارديو ما تلقى مكان. اي نعم، أجهزة الكارديو أقصد فيها الأجهزة الهوائية، هي المشي على القاري على السلم على الكروس، فهذيلا تلقى عليهم زحمة، وخاصة نعم. أول أسبوع أسبوعين، بعد هالأسبوعين يفضى النادي، يفضى وايد بعد. هذا الغريب في الموضوع، بس اكتفى او شد حيله اسبوعين ثلاثه تملل من الروتين لانه ما في استمراريه فيه، مو عارف شلون يتمرن تمرين جديد. اي نعم نعم، او حس برهاق لان فتره الصيام طويله تكون، وهم ان فتره حرب صيف قطعتها من الماي فتره طويله، فهذا يحسس اللاعب بالتعب بالارهاق بال الجفاف. أوه. طبعا هذا كله يسببه قله الماء، يخلي يتكيسل يروح النادي. قله الماء، وهم بعد الفطور ما يشرب ماء كفايه، فعشان كذي هو يقطع النادي. يقطع النادي اول شيء، يشد حيله يحس بهالتعب وهالارهاق، يقول مالي فيها، ف يترك النادي. يترك النادي بعد الفاصل بنتكلم انا وياك عن شلون انه نوصل اللاعب اللي حاب يعدل من جسمه، ينزل من وزنه، يحافظ على صحته، شلون ممكن يستمر في رمضان وما بعد رمضان. ايش رايك؟ خذ راحتك. يلا فاصل وانا واصل معاك. الوضعيه الاخيره والوضعيه السابعه هي وضعيه المعده والافخاذ. اول شيء تشد ريلك، بعدها تشد المعده بالطريقه هذه. طبعا اغلب الاغلاط اللي قاعد تصير ان الناس يشد معدته، لاعبين عفوا، يشد معدته وينسى يشد ريله. يا اخي ريله، الحين وصلنا من بعد الفاصل الى النقطه المهمه، شلون انا كلاعب جديد استمر في التمرين في رمضان وايضا ما بعد رمضان، ما يحسني الملل اللي قال عنه الكابتن عبد الرزاق، استمر بالنادي، اغير من تماريني، اوصل لمرحله ان ما يحسني جفاف في مرحله الصيام
اكيد له تكنيك معين في الاكل، في الكربوهيدرات، في الشرب، في المكملات اذا كان لازم ياخذ مكملات. طبعا في البدايه الغلط اللي يطيح فيه اغلبيه اللاعبين او اغلبيه الشباب انه مو عارف الهدف اللي يبي يوصل له. في يقول لك مثلا انا ابي اضعف، بعد اسبوع لا ابي اكبر، بعد اسبوع ابي ادش مستر اولمبيا، مو عارف يسوي. فهذا اكبر غلط يسويه اللاعب. انت اول ما تدش النادي لازم عندك هدف تبي توصل له، تارجت معين حاطه، تبي تضعف او تبي تكبر. طبعا هذا الشيء يختلف عن الشيء الثاني. هذا في البدايه. ثاني شيء يدش باوزان عاليه هني يعرض نفسه حق الاصابات. وثاني شيء اذا فتره الصيام مو عارف متى يلعب حديد، قبل الفطور ولا بعد الفطور. حلو انت كلاعب جديد، نقطه وايد حلوه. متى يلعب حديد؟ قبل الفطور برايك الشخصي ولا بعد الفطور؟ نصيحتي الشخصيه واللي اشوفه انا بعد الفطور، اذا انت تبي تلعب تمارين مقاومه. نعم طبعا. ليش؟ لان اول شيء الجسم يعني بعد الاكل يعني يصير فرش، في طاقه. ليش؟ يستمدها من الاكل، في كربوهيدرات دشت جسمه، في بروتين، اهم شيء الماي، انه يعني عشان يتلاشى الاصابات. طبعا اذا يبي يلعب هو ويبي كتله عضليه لازم يتمرن بعد الفطور. بعد الفطور لان في كثافه بالتمرين تصير. واذا هو كان لاعب سابق عشان يحافظ على كتلته العضليه لازم يتمرن بعد الفطور. ليش؟ نعم. عشان يحافظ على كتلته العضليه في البدايه. واضح رايك انه بعد الفطور تلعب حديد. اذا يبي يلعب العاب هوائيه يقدر يلعبها قبل الفطور بساعه ساعه ونص. بس شنو بعد الفطور على اول يعني قبل الاذان، بعد ما يفطر اهم شيء يحرص انه يشرب كميه ماء عاليه. هذا اول شيء. ثاني شيء يشرب احماض امينيه اساسيه يعوض فيها الاحماض اللي فيها في العضله. اي نعم. حلو. ويعوض الاملاح اللي انفقدت اثناء لعب الكارديو وهم فتره الصيام العاليه. لحظه كابتن. اي نعم. عبد الرزاق انت الحين قاعد تقول لي ان الكارديو قبل الفطور اي، والحديد والمقاومه تمارين المقاومه بعد الفطور. اي نعم. ايش معنى اخترت اني العب كارديو؟ معنى الكارديو متعب، في عطش، في ارهاق، في تنفس عالي اكثر من المقاومه. ايش معنى خليت وخصيت الكارديو قبل الفطور؟ طبعا انت عارف انت هذا شهر عباده، ففي ناس تبي تتعبد، فانت تبي تقسم تمارينك. في ناس تتملل تقول لك اول شيء ياذن متاخر، فياذن الساعه 7 على ما اكل، على ما يتهضم الاكل، على ما اي النادي. هذه الساعه كم صارت؟ تقريبا الساعه 8 تقريبا. 8 ونص تقريبا. متى يمدي يصلي؟ متى يمدي يبي يروح دواوين؟ نعم. فهو يبي يقسم وقته. فانت عشان تحرق زياده، تحرق قبل الفطور تقريبا بنسبه 20% اذا كانت كنت على معده فاضيه. نعم. طبعا في دراسات على هالشيء. وبعد الفطور يعني يعني عفوا اذا انا كنت على معده فاضيه. نعم. نسبه الحرق تزيد 20% عن بعد ما انت تاكل. نعم. طبعا افضل اوقات حق الكارديو على معده فاضيه عريج. عريج ايه، اللي بعدها بعد التمرين مباشره، واللي بعدها بعد اخر وجبه. بس انت فتره الصيام بعد اخر وجبه راح تيوع لان عندك فتره ساعة. طويله ايه، كم ساعه. وهم بعد بعد التمرين راح تحس ان تمرينك طويل، وهم تبي تروح دواوين، تبي تعبد، فهني المشكله. فانت وين تصيدها؟ قبل الفطور. فهذا انسب وقت برمضان. الخلاصه خلاص الحلقه هذه اللي قابلناك فيها اكيد ان الواحد يتمرن الكارديو قبل الفطور، وان بالنهايه اذا عنده تمارين مقاومه او حديد يفضل يلعبها تقريبا ما بين الساعه 8 ونص بعد الفطور. حسب تقدر اذا تبي تلعبها بعد يعني بعد الفطور مباشره تاكل لك وجبه خفيفه وتدش تمرين. طبعا تحرص اثناء التمرين تشرب احماض امينيه اللي شقال. هي إيه؟ وبعدين تكمل وجباتك. نعم. واذا انا افضل بعد ثاني وجبه تدش تمرينك، خاصه اذا كنت من الاجسام الضعيفه اللي تحرق بسرعه. إيه؟ انت لازم هني تاكل وجبتين بعدين تجي النادي تتمرن، لا تلعب على وجبه خفيفه او لان جسمك راح تحرق وراح تهدم عضل. عدل. فلازم تحرص على هالشيء. قواك الله. الله يقويك. الحلقه هذه خلصت. الحلقه الجايه ما فيها سوالف، فيها تمرين ريول. عدل عدل يعني هالله هالله على القد، والقد هالله هالله عليه. بالحلقه الجايه واللي بيتمرن اليوم مو شخص معانا، لا، عبد الرزاق الياقوت اصر انه هو يؤدي التمارين بنفسه. ونشوفكم ان شاء الله باكر مستر مصز. في امان الله. تمام.